السيد الهادي زعيم في يكون ضيف شرف بالمهرجان. شكرا لتفاعل دوسو الأنتارا على استضافة كسبونسور كمستشار بالنسبة للمهرجان الدولي المحلي. حبينا نتذكر بالنسبة للمهرجان كما تعرفوا في توزر أكبر تظاهرة ثقافية وسياحية هو المهرجان الدولي الواحد. يأخذ مع عديد الجمعيات تساهم في الجانب التنظيمي، الكل يدخل معها مساهمة في الجانب التنظيمي. كيف مجموعة من شباب توزر يحب يكون موجود كمتطوع في 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 فعاليات المهرجان من ناحية التنظيمية. لهيك معناتها وصلنا لعدد تو حكاية 200 وأكثر متطوع في التظاهرة هذه، معناتها التظاهرة بعدها الدولي خذا من ناحية التنظيمية في الفضاء السميرة الفضاء الجديد اللي هو في طريق راس العين. كيف صارت الفنية من عندها التنظيم وعدد المساهمين في التنظيم مع شركات تأمين وتنظيم كيف الكل معناتها داخلين في الجانب هذا. الجمعيات نذكر جمعية المتطوعين، جمعية الهلال الأحمر، جمعية حمام المدنيين. هذا فيما يخص الجانب التنظيمي وبعد المهرجان من ناحية التنظيمية. كيف عندنا الفقرات الجديدة ربما الجانب الثقافي والسياحي. مشينا في المهرجان في فقرة جديدة، هي فقرات كانت وجدت في 2019، فقرة رياضية للأمثال والاختصاصات اللي مش موجودة في الجهة. عملنا في 2019 دورة دولية في الرياضات الدفاعية، كانت مشاركة عديد الدول منها المغرب، الجزائر، فرنسا، تونس، وكان في اختصاصات مش موجودة في الجهة. التشجيع على البروموسيون على الجهة في اختصاصات جديدة في الكيك بوكسينج، الملاكمة، الرياضات اللي مش موجودة في الجهة. بس كيف خممنا في دورة رياضية تخص الأطفال لكل معناتها الأكاديميات اللي موجودة، جمعنا الأجهزة الأكاديمية الكل اللي موجودة في الجهة. باش يكون في منتزه جديد، منتزه فضاء معناتها باهي برشا في الجهه. عملنا فيها الدوره الرياضيه هذه في كره القدم، تكون حتى اللي باش يجيب صغاره ضيف ثلاث اربع ايام ينجم معناتها يشارك في الدوره هذه، ينجم يشوف معناتها الاولاد نتاعه او صغارها الاطفال يلعبوا معظم مع اطفال الجهه. هذا فيما يخص الناحية التنظيمية والفقرة رياضية ربما لإضافة البرنامج المهرجان. مع شكر للاستماع، بارك الله فيكم.